ديانا من بيلاروسيا دعتني على بيلاروسيا in the summer. In the summer, huh? Yeah. بالصيف قالت لي تعال عندنا زورنا في بيلاروسيا وأنا راح أكون يعني معك كل الوقت. فأنتوا اكتبوا لي بالتعليقات إذا تريدوني أروح ولا لا. قال اكتبوا لي بالتعليقات إذا تريدوني أروح ولا لا. والله لا أروح. تكتبون ولا ما تكتبون؟ أكثر شيء عقدني بدول آسيا هو الحلاقين. يا أخي ما في حلاقين. كل ما أروح الحلاق أقول له يعني تعرفت حلقة دقوني؟ يقول لي إيه. لو ما يسلموا دقني يخرب. فتعرفت على شباب روس ودلوني على حلاق. هنا هذا هو الحلاق. هو هندي وأنا أعرف يعني جربت بمختلف دول العالم الهنود شاطرين بالحلاقة. فإن شاء الله يا رب إن شاء الله ما يخرب. أنا حاليا موجود في ماليزيا بالعاصمة كوالالمبور. هذا هو المحل. سألتهم عن دقن قالوا لا نعرف. بس أنا متأكد لأنه هنود هم الهنود عندهم مختلف الأشكال يعني عندهم ناس بلا دقن عندهم ناس ما دقن يعني أكيد متعودين على هاي السؤال. أكيد راح يحلق لي دقني زين. أتمنى ذلك. One, two, like, and here also. Yeah, but here is very important because I've been in all countries in Asia they cannot do this okay. one, you know. Okay. Yeah, yeah. لا والله ضبطنا. طالع وجهي. شيش أصور بيه؟ هم شعرتي. 56. Okay, thank you. هذا الحجي عنده أمانة والله. Thank you so much. أعطيته زيادة مصاري قال لي لا أنت غلطان رجع لي يعني بالغلط أعطيته ما أعرف شيء أشكال أرقام عملتهم غريبة. طلبت لي تاكسي هذا هو. أريد أروح على أبراج التوأم في ماليزيا. You are in the video. هاي هاي برو. هذول أصدقائي من روسيا تعرفت عليهم هم جيراني بالمبنى. نيكي ديانا سامويل جون. شوف هذا سامويل هاي أمه. نحن هسا جينا على اساس ان نطلع فوق على اعلى قمه بالبرج بس الساعه 7 قالنا مسكر لازم تجون من الساعه 10 الصبح او لا من الساعه 10 الصبح للساعه 6 المساء فباءت مهمتنا بالفشل نروح نشوف لنا غير شيء. This is our taxi. This is our taxi. ها ديانا لا 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 هي فور تو ميك فيديو اتس كول اوكي. شلون تاكسي شغل وزراء هذا تقدر توصلونه عن طريق تطبيق الجراب. هسه رايحين انا والشباب الروس على برج الاذاعه والتلفزيون في كوالالمبور. هاي وصلنا. شوفوا انا صراحه يعني مشان اكون معكم صريح انا ما اعرف انا قاعد امشي معهم. هم قالوا لي قلت لهم انا اريد اصور قالوا لي امشي معنا فجابوني على هذا البرج ما اعرف هو شنو قصته. هذول الشباب الحلوين. ديانا فروم بيلاروس. ها بيلاروس هذه فروم بيلاروسيا وهذا ابنها بشرفكم امك ام علاوي ام. ثانك يو. هذا هو التيكت اخذته مشان نصعد الى اعلى قمه في البرج. يقولون في مطعم هذا هيك يفتل فراح نروح نجرب. راشن جاي اوكي بيرفكت. راشن جاي ان ذا سكاي. يا حلو هاي راشن جاي ان ذا سكاي. اوكي هاي ثانك يو. اشتيدك ما اعرف وين جايبينه خاف يريد يخطفوني. بشرفكم كل هالتعب جينا مشان نضحك على هذا المنظر. هو حلو بس ما في شيء. بس هذا المكان حلو. أوه. نرجع على اهلنا. المكان هذا ايش حلو فد شيء. هذا هو البرج اللي كنا طالعين عليه من برا احلى من جوا. جود تاكسي Luxury taxi. نطلع ما ادري وين انا ماشي معهم. فيرست اوكي شوف هاي تكبسين. اي اشتيدك هذه الطياره مو تاكسي. جون بيست فريند راشن. هير از ا لوت اوف ريستوران وي وانا تيك سم فود. يا والله عسل عسل. هذول الروس يعني متونس عليهم كثير يعني وجالس يساعدوني يريدوني اصور اقول لهم يا ترى انتم مالكم مضطرين يعني لهالدرجه. لا الا اسوي فيديو حلو يا ابن الحلال اتركني. فجابوني هنا على مطعم عازميني على مطعم. اول شيء ردت الا ما عجزت منهم. اول دفعت عنهم البارح كانوا يتعشون دفعت عنهم وزعلوا مني قال لي لا ليش تدفع عنا ولا ما يصير وهذا الشيء. المهم باعكونه وذبحه قالوا لي اليوم الا نعزم فعازميني هو والشباب الحلوين. كات شاي الكات. هذه وصيت البيتزا تبعتي حجي مشروم شوب يعني هذا شربت الفطر ماكرونة والخوي هذاك هو وامه طلبوا بيتزا عشوا. I have one. Yeah thank you. بعد قلبي. يلا هذه أول وجبة اليوم حبيت. وعادوني بكرة قالوا بكرة راح نسوي لك أحسن فيديو. نحن نعتذر عن اليوم اللي حصل فبكرة راح يسوون أحسن فيديو. خلينا نشوف شنو راح يطلع معهم بكرة. ما جون اليوم راح نروح على التوين تاور الأبراج التوأم في كوالالمبور ومع أصدقائنا هين. هم خلصوا راح ينتقلون على شقة ثانية بس راح يجون معنا. شوفوا شلون الأسواق عندهم من الجهة اليمين.
اوكي استاجرنا السياره اربعتنا قلنا احسن ما نظل نحط تكاسي فخلينا نتشارك على سياره واخذناها فهسه ناخذ لنا جوله كامله اليوم في ماليزيا في كوالالمبور عشاو اوكي اني طول عمري اشوف هذا البرج فقط بالصور فاليوم راح ادخل عليه من جوه واكتشفه من الداخل وراح يمكن نطلع على اعلى قمه اذا لقينا حجوزات اوكي شايفين هذن الابراج برج التوام يعني انا كان حلمي ادخل عليهن ونحن حاليا بالضبط داخل الابراج فراح نستكشف هذن الابراج التوام في ماليزيا اول ما دخلنا هذا هو من الداخل فالخطة حاليا انه نطلع على اعلى قمه بالبرج ما حصلنا تذاكر للخروج فوق لانه سولد اوت ما بي حجوز خلاص كل التذاكر انباعت PM sold yeah. out. We cannot join to the tower. ساعة 2 الظهر يعني جينا وما لحقنا. هاي صار مرتين نجي وما جاد نلحق ان نطلع فوق. بس المهم الاخلاق. هو هذا ان الابراج من الداخل هي عبارة عن مراكز تسوق، فنادق، سوبر ماركتات، محلات ذهب، ماركات عالمية. هذا هو هيك العبارة بس احنا كنا نريد نطلع فوق وهي صار يومين نجي وما حصلنا. عاشو كبس مطر. اوه ما نقدر نفتح حتى الشبابيك يا اخي هاي رحلتنا جدا باءت بالفشل ما قاعد تزبط معنا وي ار سو انلك تو داي يا تو داي ما عندنا حظ يومين ما قاعد تزبط معنا في كوالالمبور نروح ندبر حالنا تنشوف ان شاء الله خير شوفوا نحن جينا هين هذا الطريق لازم ندفع له فردنا ندفع طلع لازم في كرت خاص يستخدمونه بماليزيا ونحن ما عندنا هذا الكرت مفكر ندفع بالكرت فشوفوا السيارات وقفنا السير كله كل السير يستنانا لانه ما نعرف شلون ندفع ها فما نعرف شلون ندفع لهم يعني لانه طلع في كروت خاصه بماليزيا يستخدمونهن اذا تحب تمر من هين اما اذا بدك تمر مثلا مثلنا نحن سياح في طريق خاص للسياح بس نحن ما نعرف شنو يعني بمنفذ خاص للسياح من هنا بس هذا كانه المنفذ للناس عايشين هين كأنه هيك فجاء واحد بده ينقذنا وقفنا السير كله عشت ايده فتحنا العالم ورانا خربوا الدنيا مو طبيعي المطر مو طبيعي يعني ما شايف هيك اوكي جينا هسه نوصل هاي العيله اللي معانا وراح نروح انا والخوي نكون لحالنا احسن حركتنا خفيفه لان هم شافوا انه ما عندنا سالفه فتركونهم وشو يلا اوكي يا خوي واخوي هذا ايش قد يحب الكون الروسي ده وقفنا السيارات كلها ايش قد يحب يتكون مع الناس اوكي هذا خف المطر شوي شفنا كل الناس جايه تاخذ صور وفي معبد فوق على الجبل شوفوا هذاك الالوان الدرج شوف ايش قد حلو منطقه جميله وهنا السياح كلها جايه تاخذ صور بهذا المكان شوف العالم هين هذا اعتقد للديانه الهندوسيه نحاول نطلع لفوق بس والله درج يعني ما اقدر اطلع انا مؤخرتي كبيره شوف هذا القرد حجي والله مكان رهيب حجي وين رايح؟ ممكن اكثر شيء غريب بالدنيا انه شلون سووا هذا والله شلون سووا عجيب ورب الكعبه عجيب يعني شوفوا التفاصيل وشوفوا الحجم شوفوا والله اني طلعنا مسافه كبيره شوفوا المسافه طلعنا والله لكن توصلنا له هذا اعلى قمه شوف ايش قد طلعنا صراحه نشوف هنا شنو بي هاي المنطقة كلها تخص الديانة الهندوسية شفتوا الجبل اللي طلعنا عليه هذا هو بداخله نحن حاليا بداخل هذا الجبل هنا يوجد معبد شو كاتبين إذا بدك تدخل هنا على المعبد لازم تشلح من رجلينك وتفوت ريحة بخور تعرفوا ريحة البخور اللي نستخدمها نحن هنا ريحة بخور هي. هذا هو ريحة البخور هي. شوفوا الجبل من الداخل شلون مفتوح كأننا نحن بكهف كبير بس الواضح انه هو هيك يعني في خلقه ربانيه هذا الكهف مفتوح لانه مبين عليهم مو هم حافرين ومبين من التشطيب الموجود داخل الجبل رباني والله هذا المكان عجيب شوفوا يستاهل العناء هذا المكان بس هذا المكان طبيعي 100% اوكي نحن بطريقنا الرجعه بس الصدمه انه هذا شوفوا شنو شايل وبده يطلع لاخر الدرج هذا باكستاني ما في خوف حرفيا باكستاني ما في خوف والله العظيم مكان داخل رهيب جدا جدا والارهب من هذا المكان هو هاي هذا التمثال هذا هو شوفوا يعني حجمه شلون مسوينه
الله أعلم حجم وضخم جدا. Thank you bro. Thank you for the good place. Thank you too. Thank you so much. I'm glad to see you glad. Thank you. Thank you. والله زلمة بذل جهد تا يضبط لي أحلى فيديو. فهذا هو طلع معنا اليوم. المهم إذا عجبكم الفيديو اكتبونا بتاع شنو اكتبونا. أعطونا لايك مشان جان. وألقاكم في فيديو جديد إن شاء الله في كوالالمبور. راح نضبط هالمرة خطة زينة. وأوعدكم أسوي لكم فيديو حلو. ما أعرف إذا عجبكم هذا الفيديو اكتبونا بالتعليقات. وألقاكم في فيديو جديد. سلام.